أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المتواصلون في شرح لمادة الأسبوع الرابع من مادة اكتساب اللغة الطور الثاني. إذن سأقوم اليوم بالتعريف بأبرز ما سيتم شرحه في هذا الأسبوع وسيوضع في المنصة التعليمية البي سي. كن معي. إذن المفهوم الرئيس الذي تتحدث عنه هذه الوحدة هو التواصل، ولاحظ أن عنوانها متواصل. قمنا بتطبيق أشكال التواصل جميعها عند دراسة هذه الموضوعات، فقمنا بتطبيق العمل الجماعي التعاوني، كما قمت بالقراءة، قمت بالحديث، وانتبهت لما ذكرته من موضوعات أنا في هذه الحصة. عبرت أيضاً عن اسمك ومكان سكنك وبعض الأمور المهمة في الغرفة الصفية، فكان ذلك تواصلاً. المفهوم ذو الصلة هو اختيار الكلمات والأنماط. إذا اخترت الكلمات التي قمنا بالتعرف إليها من خلال الدرس الأول رياضة المشي، مثل مرحباً، اسمي كذا، عمري كذا، لتعبر بها عن شخصيتك وثقافتك. أذكر بأن عبارة البحث والاستقصاء كانت: يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبراً عن شخصيته وثقافته. إذن كما قلت قبل قليل، المفاهيم الرئيسة قمنا بالتركيز على التواصل، وقمنا بالتركيز على اختيار الكلمات، وهو ما جاء هنا في عبارة البحث. الموضوع الأول الذي سنتطرق له هو الضمائر، وهو ما تناولناه بعد درس قراءة خالتي ندى. ففي التمرين السادس كما ترى في الصفحة 17 نقول: أنا أنتظر أم ننتظر؟ عندما أتحدث عن نفسي ماذا أستخدم الفعل؟ نحن، الجمع هنا، ماذا نقول؟ إذن أقول: أنا أنتظر خالي ونحن ننتظر خالتي. أنا ماذا أقول عن نفسي؟ أنا استمعت لحكاية جدي أم أنا استمعت لحكاية جدي؟ أتحدث عن نفسي وتاء المتكلم هي التاء المضمومة. أنا نزور عمي أم أنا أزور عمي؟ إذا أنا أزور عمي ونحن نزور عمتي. أنا أحضرت هدية أم أنا أحضرت؟ عندما أتكلم عن نفسي استخدم تاء المتكلم. أنت أحضرت لعبة جميلة. إذن سنتحدث عن المتكلم وكيف نستخدم الفعل الماضي والفعل المضارع معه. كما سيكون لدينا أعزائي الطلاب اختبار إملاء سأقوم بتحديده بإرسال رسالة لكم عبر المنصة الإلكترونية بالكلمات المراد التدرب فيها، واختبار القراءة سيكون بدرس خالتي الذي قمنا بشرحه وتفسير مفرداته الجديدة، وتذكر أن القراءة هي القراءة المعبرة المفهومة. أما الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه هو الفرق بين الياء والألف المقصورة، وسننطقهما أيضا من خلال كلمات. لاحظ، نقول: أختي هدى أكبر مني، خالتي ندى أصغر من أمي، المستشفى أكبر من المركز الصحي، صلى أبي صلاة الجمعة في المسجد. إذن سنلاحظ ما الفرق بينهما، وانظر وانتبه إلى الكلمات الملونة باللونين الأحمر والأخضر. من الموضوعات التي سنتطرق لها أيضاً الصباح والمساء. لاحظ أننا قد يبدو الأمر بسيطاً جداً، لكننا سنذكر ذلك من خلال الأعمال المتعلقة بالصباح ومن خلال الأعمال المتعلقة بالمساء، كما سنقوم بأنشطة متعلقة بهذين الزمانين. نلاحظ في التدريب التاسع أنه علينا كتابة أماكن سكن كل شخصية من الشخصيات التي تبدو في الصورة. فمثلا يسكن جاسم في إمارة دبي. لاحظ أن جاسم وضعت هنا، لذلك قد نعلق عليها ونعلق مكان سكنه كمثال. يسكن عبد الله في إمارة، أين ورد اسم عبد الله؟ نعم، فعليا يسكن في أم القرين.
تسكن في إمارة عجمان. لاحظ ما الفرق بين يسكن وتسكن. تسكن هي صيغة المؤنث. من التي تسكن في عجمان؟ إنها نوال. تسكن بدور في إمارة الفجيرة. تسكن أيضا مؤنث في إمارة أبو ظبي وهي نورة. ويسكن حمدان في إمارة رأس الخيمة. ويسكن من الذي تبقى لنا هنا؟ نعم، إنه حمد، يسكن في إمارة الشارقة. إذن ثم سنقوم بربط كل جملة بالصورة المناسبة لها أو الدالة عليها. فالصورة الأولى: سافرنا في حافلة سياحية إلى البتراء. ما هي الحافلة السياحية؟ نعم، إنها صورة رقم 2. وصلنا مدينة البتراء وركبنا عربة يجرها الحصان. إن الصورة الأولى هي من تصف مدينة البتراء. تجولنا في البتراء وأعجبنا جمالها. لاحظ أن الصورة الأخيرة هي التي تتحدث عن التجوال. ونهاية تناولنا الطعام وعدنا مسرورين، وهي الصورة الثالثة. كانت هذه أبرز موضوعات الأسبوع الرابع. أشكر استماعكم وأراكم في حصص قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.